ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا جدا، هنشوف من خلاله مجموعة من الأدوات المنزلية الحديثة والأفكار والحيل والمنظمات والأجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة أو المطبخ أو في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والأدوات المميزة جدا والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنهم، وطبعا هقول لكم وأعرفكم إزاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة، بشرح لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك، اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. وبعد كده بقى معانا الفتاحة اللي تقدري من خلالها تفتحي مختلف البرطمانات اللي بتبقى عندك بكل سهولة، زي الصلصة والصوصات ومختلف البرطمانات اللي بتبقى موجودة عندك اللي بيبقى صعب فتحها. بعد كده معانا ممسحة التنظيف المرنة جدا في الاستخدام، تقدري ان انتي تستخدميها في تنظيف الحوائط او الدواليب او الارضيات ومختلف الاسطح اللي عندك في البيت، وكمان تقدري تعصري منها المية بكل سهولة. بعد كده عندنا منظم للتوابل بيجي عبارة عن 5 أرفف، تقدري ان انتي تثبتيه كده على الجدار بكل سهولة وتنظمي عليه الملح والشطة ومختلف انواع التوابل اللي بتكون عندك، وكل رف او نوع توابل بيبقى معاه المعلقة الخاصة بيه. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الغسالة الحديثة دي، او تقدري تسميها الغسالة الميني، تقدري تغسلي فيها الشرابات او الملابس الداخلية، وميزتها طبعا انها مش بتاخد معاكي اي مكان خالص. وهنا بقى تعالي نشوف مع بعض معانا اداة تقشير وتنظيف الخضار، طبعا تقدري تنظفي بيها وتقشري الخضار زي الكوسة والبتنجان والجزر، وميزتها انها بتحتفظ بالقشور دي زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات صغيرة تقدري ان انتي تثبتيها على جدار الحمام بكل سهولة وتنظم عليها فرش الاسنان او معجون الاسنان. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا ارفف لتنظيم لوازم المطبخ، الارفف دي بيجي معاها ادوات تثبيت تقدري ان انتي تثبتيها عندك على الجدار بكل سهولة وتنظمي عليها الصوصات او التوابل او الزيوت اللي بتستخدميها. بعد كده هنا معانا منظم للحمام، والمنظم ده طريقة تثبيته على الجدار بتكون سهلة جدا لان بيجي معاه اداة تثبيت بتاعته، تقدري تنظمي عليه فرش الاسنان او معجون الاسنان، والرف الفوقاني تقدري تنظمي عليه الكريمات والبرفانات بيكون شكله شيك جدا. عاوزة اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وافكار تانية كتير، ما تنسيش تدوسي اشتراك وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ويلا بقى نكمل ونشوف باقي المنتجات اللي معانا بالفيديو ده. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المنظمات دي تقدري ان انتي تثبتيها في الادراج او الدولاب عندك وتنظمي عليها الشرابات او الطرح او اي حاجة عندك تحبي ان انتي تنظميها فيها. بعد كده معانا هنا بقى المعلقة المعيارية دي تقدري تعايري بيها من التوابل الكمية اللي انتي بتكوني عاوزاها. وهنا معانا قطعة الخضار الاربعة في واحد الكهربائية، وطبعا بتشتغل عن طريق الشحن اليو اس بي، تقدري من خلالها تقطعي وتفرمي التوم والخضار واللحمة والفراخ، وبيجي معاها 2 مضرب للبيض.
بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا المعلقة الشفاطة في نفس الوقت، وهي بتكون مخصصة طبعا للعصاير. بعد كده هنا عندنا شماعة الهدوم، دي الشماعة دي تقدري تثبتي عليها كمية كبيرة من الهدوم زي الطرح والهدوم الداخلية، وبتساعدك على ترتيب وتنظيم الهدوم جوه الدولاب. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا المروحة الجميلة دي، طبعا تقدري ان انتي تحددي المستوى بتاعها وتعلقيها في اي مكان. طبعا ميزتها انها بتكون خفيفة، يعني تقدري تحركيها لاي مكان تحبيه، اذا كان في المطبخ او في اوضه النوم او في اي مكان انتي عاوزاه. بعد كده معانا منظم جميل جدا، تقدري تنظمي فيه ادواتك الشخصية زي المعجون او فرشة الاسنان، وبيكون صغير تقدري تاخديه معاكي لو خارجه، او كمان تقدري تثبتيه على الجدار في الحمام. وهنا بقى معانا مصفى او منظم للكوبايات، تقدري ان انتي تصفي عليه الاشكال والاحجام المختلفه من الكوبايات اللي موجوده عندك. بعد كده عندنا أداة التثبيت دي او المنظم، تقدري ان انتي تثبتيها عندك في اي مكان في البيت، وتقدري ان انتي تنظمي عليها مختلف الادوات اللي انتي بتستخدميها دايما. بعد كده عندنا القطعة دي اللي تقدري تثبتيها عندك على غطا كرسي الحمام، وتقدري ان انتي تقفلي الغطا او تفتحيه بكل سهولة من غير ما تلمسي قاعدة كرسي الحمام. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الغسالة الميني دي اللي بيجي معاها قطعة مخصصة لغسل الأحذية، تقدري تغسلي من خلالها جميع أنواع الأحذية اللي بتكون عندك، وطبعا تقدري ان انتي تستخدميها لغسيل الهدوم، وبيجي معاها منشفة أو عصارة تقدري ان انتي تعصري فيها الهدوم بعد غسلها. دلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة. بعد ما شفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي كمان بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت واستغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة. والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انتي تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وكمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. انتي تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق، تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق اليكسبريس او علي بابا او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف، اما سعر مصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه طبعا. بعد كده الطريقة التانية، وهي بتبقى الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام، وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن برضو على حسب المحافظات اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتبقى سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة بقى للطريقة التالتة فهي بتبقى المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس وكده يعني. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويوصل لها بسرعة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه،
ولو الأدوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم، أتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة بالذر على اللايك والاشتراك في القناة. ولو عندكم أي استفسار في أي حاجة تقدروا إن انتوا تكتبولي في خانة التعليقات، وأنا هرد عليكم في أقرب وقت ممكن. واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد. أسيبكم في رعاية الله.